ولاية غرب كردفان الاستراتيجية التي تربط بين غرب السودان الأوسط وإقليم دارفور وكذلك جنوب البلاد لم تعد في منأى عن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. الاشتباكات الآن اجتاحت أرجاء مختلفة من غرب كردفان وتحديدا مدينة بابانوسا التي شهدت معارك محتدمة لليوم الرابع على التوالي، معارك أسفرت عن سقوط العشرات من المدنيين وكذلك العسكريين من الطرفين. وتقع مدينة بابانوسا في منطقة تقود إلى مناطق النفط بهجليج وإلى كل أقاليم دارفور وكذلك إلى ولايتي جنوب كردفان وشمالها، وتبعد عن الخرطوم بنحو 700 كيلومتر، وتعتبر المدينة واحدة من أهم محطات التقاطع الرئيسية في سكة حديد السودان التي تربط غرب السودان بشرقه وشماله. سبب احتدام المعارك في هذه المدينة هو رغبة قوات الدعم السريع في تشديد قبضتها على أغلب إقليم دارفور وتمديد نفوذها في ولايات الجنوب الغربي للبلاد، هدف يمر عبر السيطرة على قيادة الفرقة 22 بابانوسا، وهي واحدة من أهم المواقع العسكرية القليلة المتبقية في يد الجيش السوداني في غرب كردفان. هذا ولا يزال الجيش السوداني يسيطر على الفرقة 22 رغم المحاولات المتكررة من عناصر قوات الدعم لاقتحامها من خلال ضرب حصار على الفرقة العسكرية من عدة محاور. وتتحدث لجان طوعية محلية عن صعوبة وصول أي إمدادات غذائية أو ذخائر لقوات الجيش في حال استمرار الحصار عليها. وبعيدا عن الفرقة 22 فإن قوات الدعم السريع باتت تنتشر في أغلب أحياء مدينة بابانوسا التي من المرتقب أن تشهد تصعيدا واضحا في الفترة المقبلة. وسام الذهبي، العربية.